السلام عليكم، اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد من وصفات وريفيوهات. النهارده ان شاء الله هنعمل النسكافيه بالرغوه او الكابتشينو بطريقه سهله جدا وبسيطه. شايفين طبعا الرغوه بتاعته قد ايه، وكمان هنعمله ان شاء الله كميه كبيره من غير بقى برطمان ونقعد نرج، لا ان شاء الله هنعمله بكميه كبيره تقعد معانا فتره. شوفوا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. بسم الله. عندنا بقى المقادير عباره عن ايه. انا عندي هنا كوبايه سكر، كوبايه نسكافيه، نص كوبايه ميه. بس لو هنعمل نص الكميه هيبقى نص كوبايه سكر، نص كوبايه نسكافيه، ربع كوبايه ميه. حطيت السكر، هحط عليه النسكافيه واحط عليه الميه. نسكافيه اي نوع انتوا تحبوه. ولاد المبادره بالكهرباء ما ينفعش خالص بالكاب ولا بالخلاط. هقول لكم ليه واحنا بنضرب. لو احنا استخدمنا الكاب او الخلاط مش بتضرب الضرب اللي احنا عايزينه، بتخليه بعد كده في التلاجة يفصل، معنى يبقى فوق الرغوة وتحت النسكافيه سايل المية. فاحنا لازم نضرب بضرب كهرباء زي ده كده زي ده كده، وعلى الأقل 10 دقايق ضرب. بسم الله. بدأ ان هو يفتح، بصوا ايه تقلبيه في القوام بتاعه، ولسه هكمل ضرب لحد ما يملى البوله. بصوا اللي حصل، بدأ يتقل اكتر. هنكمل طبعا برضو ضرب. بالنسبه للميه اللي انا حطيتها في الاول لازم تكون ميه سخنه، علشان لو النسكافيه لازم يدوب في ميه سخنه عشان يرد ان هو يدوب معانا، ما يبقاش عامل كتل كده صغيره. بصوا كده، بصوا كده يا جماعه القوام بتاعه عامل ازاي. بقى معايا تقيل قوي بعد ما ضربته لمده ربع ساعه. شايفين عامل ازاي؟ هو انا عايزه كده. لو بقى ضربناه في الكب او في الخلاط هنلاقيه مسيل، مش هنلاقيه ماسك قوي كده. عندي بقى علبه تكون علبه محكمه الغلق زي كده، وهبتدي انزل الخلطه دي كده فيها. وهناخد معلقه كبيره لكل كوبايه لبن من غير طبعا سكر، لان فيها السكر بتاع. لو حبيت تزودوا سكر اكتر زودوا، بس كده اهو اهو. ننزله كله في العلبه، وطبعا بيشال طبعا في الايه، في التلاجه. عندي هنا بقى الكوبايه اللي انا هعمل فيها. تمام، اهم حاجه بس يكون نوع النسكافيه كويس، دي اول حاجه. تاني حاجه الضرب كويس قوي، وتالت حاجه العلبه تكون علبه محكمه الغلق، واخد منها بمعلقه تكون معلقه نظيفه. بس انا هنا السكر بتاعي مظبوط، لو انتوا عايزين تحطوا سكر اكتر حطوا في الكوبايه سكر اكتر. هنحط في كل كوبايه معلقه. ننزل بقى كده، حطيت في كل كوبايه هنا معلقه او حسب ما انتوا عايزين قد ايه يعني. وحط بقى عليها كده لبن سخن. بعد ما حطينا اللبن ده كده شكله، طبعا كل ما عايزين نكون نكتر الرغوه اكتر هنكتر النسكافيه. بدل معلقه حط معلقه ونص، حط معلقتين، وبرده حسب كميه اللبن. النسكافيه او العلبه اللي عملناها دي هتشاف في الثلاجه لمده 10 ايام، مش هيحصل لها حاجه خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.